أعلنت وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف اعتماد محاضر جلسات المحاكم ضمن خدمة الاستعلام عن الدعاوى القضائية المتاحة ضمن خدمات الدعاوى القضائية المقدمة من الوزارة عبر البوابة الوطنية للحكومة الإلكترونية. وخلال مداخلة هاتفية في نشرة سابقة، أكدت الأستاذة مريم علي عبد الغفار رئيس تطبيق الأنظمة والتدريب على الحاسب الآلي بوزارة العدل أن الخدمة الجديدة تتيح للمستخدمين الاطلاع على إجراءات التقاضي ومتابعة حالة القضايا. فيما يخص خدمة الاستعلام عن الدعاوى القضائية، هي تعتبر من أحد الخدمات الجوهرية، وهذه الخدمة توفر كل المعلومات اللي يحتاجها سواء المحامين أو المتقاضين بدون ما هم يحتاجون للمراجعة الشخصية لمبنى وزارة العدل أو حتى الاتصال. وهذه الإضافات المهمة على خدمة الاستعلام شكلت نقلة في الخدمة وعززت من التحول الإلكتروني في الخدمات العدلية. أما فيما يخص آخر الاستحداثات في خدمة الاستعلام عن الدعاوى القضائية، فهي شملت الاطلاع على محاضر الجلسات المدنية والتجارية والشرعية بمختلف درجاتها سواء للمحامين أو المتقاضين. أيضا أتاحت هذه الخدمة إمكانية الاطلاع على القرارات اللي اتخذوها السادة القضاء على الطلبات المقدمة سواء على الدعاوى أو على ملفات التنفيذ. وأيضا هذه الخدمة مكنت المستخدم من أنه يستعرض أسباب الرفض والقبول لحق هذه الطلبات. كذلك هذه الخدمة تم إضافة مجموعة من الخواص عليها، ومن هذه الخواص أن المستخدم يقدر يطلع على الإعلان ونتيجته، يقدر يطلع على جميع الخطابات الصادرة عن المحاكم والردود عليها، أيضا يقدر يطلع على تقارير الخبراء في حال تم إيداعها.